ناقشت هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ اياد العناز الكاتب والباحث السياسي من عمان. اهلا بكم الى استوديو رافدين. يعني بعد اكثر من 5 أشهر على الانتخابات لا تزال الحكومه القادمه في مهب الصراعات السياسيه، هذا مشهد مالوف بعد كل انتخابات في العراق. ما دلالات هذا الامر برايك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم واسعد الله مساءكم بخير. حياكم الله. المعروف لدينا انه المشهد العراقي لا زال يتواصل بتطوراته وتفاعلاته واسقاطاته حول تشكيل الحكومه القادمه. تتفاعل جميع الظروف والامكانيات التي تحددها التي تحددها المصالح الفئويه والشخصيه لمن للحركات والاحزاب السياسيه المشاركه في العمليه السياسيه التي اتى بها الغزو الامريكي للعراق في 9 نيسان عام 2003. نعم. وطبحت هذه المعالم اكثر في الاتفاقيات الطائفيه والفئويه وملامح الاهتمامات يعني الشخصيه والنوازع والدوافع للاستحواذ على السلطه ومعها الحقائب الوزاريه، وهذه كلها تكون بعيدا عن طموح وامال الشعب العراقي. نعم. ولم تنتبه الى ما يعانيه ويكابده من ضنك العيش وافتقاره الى ابسط مستلزمات الحياه الحره الكريمه، وبالتالي تكبيله بالعديد من الازمات الاجتماعيه والاقتصاديه بما ينعكس سلبيا على دوره في المجتمع وفعاليته في التقدم والرقي. هذه هي الملامح الاساسيه للعمليه والتي من بوادرها بوادر يعني العمليه السياسيه ترعاها هي الاداره الامريكيه وتحرص على استمرارها وديمومتها من خلال الاهتمام والدعم بالاشراف على تشكيل الحكومه العراقيه مع اتهام القرار السياسي العراقي بالاداره الامريكيه بما يحقق اهدافها ومصالحها بالسيطره على مقاليد الحياه في العراق. نعم. واستمرار تعاملها بما يخدم مصالحها الاقتصاديه وهيمنتها واستحواذها على ثروات العراق واعتباره قاعده استراتيجيه من قواعدها المهمه في منطقه الشرق الاوسط. بالمقابل هذا نتكلم نحن عن العامل الدولي، ولكن العامل الاقليمي يجب علينا ان لا نغفله لانه يشكل اكثر استحواذا واهتماما بالعراق، واقصد به العامل والفاعل الايراني الذي يمثل مشروعا سياسيا يسعى فيه الى تعزيز نفوذه وهيمنته على العراق، ويعتبر العراق قاعده انطلاق له وثابته يتوجه فيها الى باقي اقطار وعواصم الامه العربيه. نعم صديق. وهذا المشروع. نعم. صحيفة انترناشونال الإيطالية قالت بأن الحكومة المقبلة ستكون من ذات نظام الإدارة السيئة السابقة، هل برأيك الحكومة المقبلة سيكون هناك اختلاف فيها عن الحكومات السابقة سواء شكلا أو في برنامج العمل؟ أبدا، نحن نعلم أن العملية السياسية هي أصبحت تشكل حالة من الضعف بل حالة من الوهن الذي بدأ يعتري الحياة السياسية في العراق، وبالتالي اصبحت عبئا كبيرا على الشعب العراقي واصبحت من الامور والاسس التي علينا ان نعلم انه لا تغيير بعد الاحتلال. هي 5 حكومات والان الحكومه السادسه ونراها لا تشكل اي منعطف سياسي في العراق، بالعكس ستزداد الازمات الاقتصاديه وستزداد الازمات الاجتماعيه، وسيكون العراق امام مفترق طرق بسبب الصراع الامريكي وبسبب الخلاف الامريكي والايراني الذي سيكون الساحه العراقيه جزءا منه. علينا ان نعلم ان العقوبات الاقتصاديه القادمه على ايران التي ستكون في الشهر الرابع في اليوم الرابع من شهر تشرين عام 2018 سيكون لها دورا كبيرا. لهذا يسعى النظام الايراني لتعزيز تواجده في العراق وتحقيق الارتكاز الامني والاستخباري به بما يعزز منافعه ومصالحه الاقتصاديه ومحاولته مواجهه العقوبات اللي فرضت عليه من قبل الجانب الامريكي. اذا ستكون هذه الحكومه ليس لها من الامكانيات التي تستطيع ان تواجه، مع استمرار الرفض الشعبي والانتفاضه الشعبيه التي نراها لا زالت لحد الان واضحه في كثير من المدن وفي كثير من النواحي والاقضيه العراقيه رغم التكتم الاعلامي عليها. نعم. نحن نعلم ان هناك تظاهرات تظهر هنا وهناك واعتصامات في محافظات، ولكن الغياب الاعلامي وكذلك استخدام القسوه والعنف في مواجهه المتظاهرين بعد والتنكيل بهم، عمليه الاعتقالات، عمليه التوقيع لعدم مشاركه العديد منهم
وكثير من الشباب الواعي في مناطقنا في الفرات الاوسط وجنوب العراق، كلها تشكل عوامل اساسيه ستواجه الحكومه بكثير من الازمات وكثير من الانحرافات ايضا، اضافه الى الازمات الاجتماعيه ووجود البطاله وانتشار وعدم وجود ملامح تنمويه واقتصاديه لتطوير البلد، ضعف الجانب التنموي والتربوي والصحي في العراق، كل هذه من العوامل التي ستضعف عمل، لان هذه الحكومه لم ترتهن الى الاراده الشعبيه بل ارتهنت الى القرار الغربي والاقليمي وابتعدت عن الاراده الشعبيه الصحيحه. نعم، الاندبندنت البريطانيه اكدت استاذ اياد بان القاده السياسيين يعاد تدويرهم وفق نظام المحاصصه في العراق، برايك لماذا نرى تشبث من شركاء العمليه السياسيه بنظام المحاصصه؟ لانه اساس العمليه السياسيه قامت على عاملين اساسيين، هو المحاصصه الطائفيه والتوافقات السياسيه، وهذا ما اتى به الاحتلال الامريكي. يعني نعلم أن الاحتلال الأمريكي والتواجد الأمريكي والتواجد والهيمنة الإيرانية سعت إلى إضعاف النسيج الاجتماعي، وبالتالي محاولة إيجاد الكثير من المعوقات داخل المجتمع العراقي، بحيث أدى ذلك إلى مساهمة الأحزاب السياسية التي أتت بعد الاحتلال في تعميق هذا الجانب الطائفي لتحقق مصالحها وتحقق مكتسباتها. واصبح الجانب المحاصصه السياسيه واضح المعالم في تشكيل الرئاسات الثلاثه في مجلس النواب، واذا كان في رئاسه الوزراء، واذا كان في حتى على مستوى رئاسه الجمهوريه. هذا الموضوع سيبقى قائما لانه هذا هو احد الملامح الرئيسيه، وبالتالي لا يمكن العزوف عنه، ولا يمكن للسياسيين ابتعاد عنه، لانه هذه هي رغبه الامريكان ورغبه الاداره الامريكيه في تعزيز هذا المفهوم لكي يبقى العراق ضعيفا، لكي لا يتعافى العراق، لكي لا يقوم بدوره الوطني، لكي لا يكون عاملا فعالا في محيطه العربي والاسلامي، وعدم السماح بعوده العراق الى ما كان عليه قبل الاحتلال. الحزب الاشتراكي الكردستاني قال بان واشنطن وطهران تقومان بتهديد الاكراد بشان خلافات تشكيل الحكومه، يعني اذا كانت لغه التهديد هي السائده من اطراف خارجيه، ما الجدوى اذا الحديث عن حكومات توافق وطني وما شابه ذلك؟ أنا أرى هنا موضوع التوافق الوطني، موضوع الكتلة الأكبر، موضوع أن يكون هناك تحالفات بين كثير من الأحزاب، أصبحت الآن في مهب الريح. واضح أنه بعد الجلسة التي عقدت في مجلس النواب وعدم وجود دور الكتلة الأكبر في اختيار رئيس مجلس النواب أو عدم والمعايير اختلفت فيما كان كثيرا، وأصبحت هناك الاتفاقات السياسية والمصالح الفئوية للأحزاب والحركات المنضوية تحت العملية السياسية من ترجح ومن ترسم العملية السياسية. إذا كل المشاركين في العملية السياسية إن كانوا شخصيات وإن كانوا أحزاب أو تكتلات يعلمون حقيقة الأمر، أن هناك فاعلان أساسيين هما الأمريكي والإيراني، هم من يحددون ملامح تشكيل هذه الحكومة وهم من يسعون إلى ذلك، ولذلك يبقى العراق مرتهن لإرادة إقليمية ولإرادة دولية، مما يعني بقاء الأوضاع في العراق قائمة، وأربع سنوات ستأتي العراق أيضا سيعيش العراق بطنك، وسيعيش العراق بتعب وبمواجهات مع الحكومة. الأستاذ إياد العناز الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.